بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آية عظيمة نمر عليها كل يوم ولا نلتفت لها للأسف، إنها اختلاف الليل والنهار. هذه الكلمة الدقيقة التي أشار إليها القرآن قبل 14 قرنا الحقيقة تحوي إعجازا كونيا مبهرا. الله تبارك وتعالى يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. سبحان الله أيها الأحبة، والله إن الإنسان الذي يتأمل أرضنا، يتأمل هذه الكرة الأرضية العجيبة حقيقة، يتأمل هذا الكون المبهر، لابد أن يخشع قلبه ويكون من المتقين. التقوى أيها الأحبة ليست فقط العبادة والصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادات، لا، هذا جزء من التقوى. هناك تقوى أو نوع من التقوى يتولد لديك عندما تنظر إلى هذا الكون بمجراته ونجومه وأفلاكه، عندما تنظر إلى هذه الأرض، هذه الحركة الدورانية لأرضنا في مواجهة الشمس والتي تولد الليل والنهار. هناك اختلاف كامل بين الليل والنهار أيها الأحبة. كوكب صغير مثل القمر نجد أن الوجه المقابل للشمس ترتفع فيه درجة الحرارة أكثر من 100 درجة مئوية. الوجه المعاكس للشمس أو المظلم تنخفض فيه درجة الحرارة لأقل من 100 درجة مئوية أيضا. تأملوا أيها الأحبة، لو كنا نعيش على كوكب مثل كوكب القمر، ما هي النتيجة؟ مرعبة. بينما على الأرض، على الرغم من اختلاف الليل والنهار وأن الأرض تكون في قسم في مواجهة الشمس، ينبغي أن ترتفع درجة الحرارة لمئة درجة مثلا، وعلى الجانب الآخر المظلم ينبغي أن تنخفض درجة الحرارة عشرات الدرجات المئوية تحت الصفر، إلا أننا لا نجد هذا يحدث بسبب وجود هذا الغلاف الجوي المحكم الذي خلقه الله ليحفظنا ويحمينا. وقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. للأسف هذا الغلاف الجوي أيها الأحبة يضمن استقرار درجات الحرارة، توزع درجات الحرارة بشكل معتدل وبشكل يعني يسمح لهذا يعني النظام أن يستمر. لا نملك والله أيها الأحبة عندما نقرأ هذه الآية إلا أن نقول سبحان الله. دعوني أعيد هذه الآية: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. نسأل الله أن نكون من المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.